صلى الله على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أنار وجه الكائنات بظهور السبب في وجود الممكنات، أبي محمد الحسن بن علي الزكي نور الأرض والسماوات، ومن بمولده الشريف الأطهر أسر قلوب الموجودات، وخلق نوره الأزهر وشبحه الأنور قبل وجوده في عالم الذر، وفضله على المخلوقات وكتبه على ساق عرشه، فخرست عن الوصول إليه ملائكته وأذعنوا له بالطاعات. صلوات الله وسلامه عليه صلاة تدوم بدوام السنين والساعات. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد. وبعد، فإني مورد في هذا الكتاب قرة عين البتول الإمام الزكي والنور المضيء الشباب العلي والنسب العلوي بدر سماء الوجود وشرف كل موجود، وحجة الخالق المعبود السيد المحمود سر الوجود بحر العلوم الذي لا ينزف، والشرف الذي لا يوصف السر المخزون العالم بما كان وما يكون، شعاع جلال الكبرياء كوكب الرفعة وبدر العلا، خاصة الله وخلاصته وسره في خلقه وكلمته وباب الإيمان، وكعبته وعلم الهدى، ورأيته وفضل الله ورحمته، وسر الوجود وغايته، وأم الكتاب وخاتمته، والفرع النبوي الناشئ في الدوح الأحمدي السر الإلهي، والمودع في الهيكل البشري المعلن بمدحه القرآن في الأحزاب والرحمن. وهل أتى على الإنسان والفرع من دوحة سيد الأكوان النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. اللؤلؤ والمرجان، إمام الإنس والجان، سيد شباب أهل الجنان، صبط النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. ونجل علي المرتضى وسليل البتول الزهراء عليه السلام، ست النساء الحجة على كل الورى، صالح السر والعلن والوصي المؤتمن، أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. قال المؤلف: اعلم أيها السامع لمولد سبط
قال المؤلف: اعلم أيها السامع لمولد سبط النبي الكريم وصفوة الرب الرحيم أن الله قد شرف كل الكائنات وزين عالم الموجودات بضياء نور غرته وأسفرها بشعاع طلعته بالنصف من شهر رمضان، فينبغي لأوليائه من أهل الإيمان إظهار الفرح فيه والسرور ونشر أعلام المسرة والحبور والابتهاج والانشراح وبسط بساط النزهة والأفراح فرحا بمولد هذا المولود الذي زان به الخالق الوجود، وأنا أشرع مبتدئا ببدء خلقي من آدم كما جرت به عادة السير من الابتداء إلى أن صار إلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين. روي بحذف الإسناد عن الرواة في بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي عطر الله مرقده عن الكليني عن علان رفعه قال: أتى أمير المؤمنين يهودي فقال له: لم سمي آدم آدم؟ فقال عليه السلام: لأنه خلق من أديم الأرض بأربع طينات، طينة بيضاء وطينة حمراء وطينة صفراء وطينة سوداء، وذلك من سهلها وبرها. ثم أمره بأربع مياه: ماء عذب وماء مالح وماء مر وماء منتن. ثم أمره أن يفرغ الماء فجعل الماء العذب في حلقه وجعل الماء المالح في عينه وجعل الماء المر في أذنيه وجعل الماء المنتن في أنفه. وإنما سميت حواء لأنها خلقت من ضلع حي من ضلع حي. قال المؤلف رحمه الله: لما خلق آدم علمه جميع الأسماء حتى عرف جميع اللغات، حتى لغات الحيوان والضفادع وجميع ما في البر والبحر. قال ابن عباس: لقد تكلم بـ700 ألف لغة أفضلها العربية، وضربت له في الصفح الأعلى قبابا من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. أمر الله آدم عليه السلام بموقف من الملائكة ومقام من النبيين حتى سماه باسمه واسم صاحبه، وعلى آدم ثياب من السندس الأخضر في رق من الهواء، وله ضفيرتان مرصعة بالدر والجوهر
محشوة بالمسك والعنبر على قامة آدم عليه السلام من رأسه إلى قدميه، وعلى رأسه تاج من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر، والفيروز الأخضر له أربعة أركان على كل ركن درة عظيمة يغلب ضوءها على ضوء الشمس والقمر، وفي أصابعه خواتيم الكرامة، وفي وسطه منفقط منقطة الرضوان، وله نور يلمع في كل غرفة. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: فلما خلق الله تعالى آدم أخذ ضلعه الأيسر مما يلي السراسيف، وهو ضلع أعواج، فخلقت منه حواء، وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من ضلع حي. وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وكانت حواء، واللؤلؤ والجوهر والدر محشوة بالمسك شكلا دعجا غنجا بيضاء مخضوبة الكفين، تسمع لخواضبها خشخشة وهي نسيقة متوجة، وهي على صورته غير أنها أرق منه جلدا وأصفى أرق منه جلدا جلدا وأصفى لونا وأحسن منه صوتا وأدعج منه عينا وأقنى منه أنفا وأصفى منه ضرا وأصغر منه سنا وألطف منه بنانا وألين منه كفا. فلما خلقها الله تعالى أجلسها على رأس آدم عليه السلام، وقد رآها في منامه وتمكن حبها في قلبه، فانتبه آدم عليه السلام. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فرأى حواء عند رأسه، فانتبه آدم وقال: يا رب، ما هذه التي آنستني بها؟ ما هذه التي آنستني بها؟ قال الله تعالى: هذه أمتي حواء عليها السلام، وأنت عبدي يا آدم، ما خلقت خلقا هو أكرم على الله منكما، فإن أنتما عبدتماني وطعتماني ولقد خلقت لكما دارا وسميتها جنتي، فمن دخلها كان ولي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي. فقال آدم: لك يا رب عدو، وأنت رب السماوات والأرضين. فقال الله: لو شئت أن أجعل الخلق كلهم أوليائي،
لفعلت ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد. قال آدم: هذه أمتك حواء قد رق لها قلبي، فلمن خلقتها؟ قال الله تعالى: لتسكن إليها فلا تكن في جنتي وحيدا. قال: فنكحتها يا رب. قال تعالى: انكحها بشرطين، تعلمها بمصالح دينك وتشكرني عليها. فرضي آدم فاجتمعت الملائكة، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل عليه السلام أن أخطب، فكان الولي رب العالمين والخطيب جبرائيل عليه السلام، والشهود الملائكة المقربين، والزوج أبو النبيين، والزوجة حواء. فتزوج آدم على الطاعة والتقوى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة، وبقي آدم وحواء يتنعمان في قصور الجنة وأثمارها وبطيبها، إلى أن غرهما إبليس لعنه الله، وخرجا من الجنة فما زال آدم وحواء يبكيان على فراق الجنة، إلى أن صارت دموع آدم عليه السلام أنهارا في الأرض، وفرقا ما بينه وبين حواء، وجمع الله بينهما وبينه على جبل عرفات، وولدت له 500 بطن من ذكر وأنثى، وقبضه الله إليه يوم الجمعة لست خلون من شهر شعبان، في الساعة التي كان خلقه الله تعالى فيها بالحمى، وعمره 900 سنة، وما مات حتى صار إليه من ولده أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المؤلف: عند ذلك فرحت به، فلما فرغت واستيقظت سمعت من جانبها الأيمن من جانب البيت قائلا يقول: يا فاطمة أبشري وقري عينا، فلقد حملت بخير وتصيرين إلى خير، وجئت بخير، أبشري بغلام حليم عليم، ووجدت خفة في بدنها واتساعا في بطنها وجنبها، ولما كان لها 9 من شهورها سمعت في البيت حسا شديدا، وظهر لها في الليلة التي ولدت فيها نور رأته لم يره غيرها إلا أبوها النبي محمد.
صلى الله على محمد وآل محمد. وكان يسمع الكلام وهو في بطن أمه، وكانت تجد في ظهرها دبيبا كدبيب النمل بين الجلد والثوب، وترى في نفسها الراحة ظاهرا وباطنا، وينسها وهو حمل في بطنها. وكانت لا تحتاج في الليلة الظلماء إلى المصباح، وكانت تسمع في بطنها التسبيح والتقديس والتكبير والتهليل. فلما قرب وضعها به عليه السلام أتاها آت فمسح على جنبها بجناحه، وكذلك على ظهرها وجسدها، فذهب فقال النبي محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. أبشري يا فاطمة وقري عينا وطيبي نفسا، أما الأول فخليلي عزرائيل الموكل بأرحام النساء، وأما الثاني فخليلي ميكائيل الموكل بأرحام أهل بيتي عليهم السلام، وأما الثالث فجبرائيل عليه السلام. قيل ودخلت أم الفضل رضي الله عنها يوما على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فقالت يا رسول الله كأن عضوا من أعضائك وقع في حجري. فقال صلى الله عليه وآله ستلد فاطمة عليها السلام غلاما يكون تربيته على يديك وفي حجرك. وعن بر بن أمية الحزامية قالت لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسن عليه السلام خرج النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد في بعض وجوه، فقال لفاطمة إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل عليه السلام، فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت نعم. فلما قرب وضع البتول عليه السلام بصبط النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، ونجل علي الوصول مفترض الطاعة إلى يوم الساعة، المحدث بأمر الخفيات المخبر عما فات وما هو آت، ذي المناقب الزاهرة والمفاخر الظاهرة والفضائل المتكاثرة، ذي الأسرار الإلهية والقوة الربانية والخواص الملكوتية، حاكم يوم الدين الإمام الحق المبين ولي رب العالمين، الإمام المعصوم من الذنوب والآثام المحبوب إلى علام الغيوب، الكوكب الأزهر والقمر الأنور شبر وما أدراك ما شبر، المنزه المطهر طريق النجاة وعين الحياة النهج القويم والصراط المستقيم، مفتاح الحكمة ومصباح الرحمة الكوكب الزاهر والعنصر الطاهر،
والبحر الزاخر والنسب العلي والنور السني والوجه المضيء الإمام الحليم الصادق الكريم صاحب الفضائل والمكارم المتهجد الصائم المطيع لربه الدائم والغمام المتراكم كريم أهل البيت عليهم السلام شريف الحي والميت من فاق بالجود على كل موجود وأذعنا لكرمه وفضله كل من في الوجود الرضي الولي الطاهر العلي السيد الزكي عرش المناقب أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وكان صلوات الله عليه يحدث أمه في بطنها ويؤنسها بتسبيحه فلما حضرتها الولادة لم تجد ألما ولا وجعا فدخل عليها النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البي فإن جبرائيل عليه السلام قد هنأني به وإنه وأخو الحسين عليهم السلام سيدا شباب أهل الجنة يا مستمعين النظام تهيأوا للقيام إذا ولد الإمام وأن الله تعالى سيظهره لك وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة ثم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها احضرا ولادتها فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن عليه السلام أفضل الصلاة والسلام صلوات صلى على علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي فاطمة الزهراء زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وكل بياض والحاضرين والشيخ حسن
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله العظيم من الفقر ومن الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. وبعد، فنبارك لكم هذا المولود وهذه المناسبة العظيمة التي تطل علينا في هذا الشهر العظيم، مناسبة عظيمة في أيام عظيمة في ليلة عظيمة، هي ليلة ولد فيها الإمام الحسن السبط الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول فيه الرسول الأكرم جده صلى الله عليه وآله، وكذلك في أخيه الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: الحسن والحسين ريحانتا من الدنيا، بعدين أحب الله من أحبهما وأبغض الله من أبغضهما. يسميه سبط، وهو السبط ابن البنت، وقد مضى العرف عند العرب أن يسموا الحفيد الذي يأتي من البنت بالسبط، الولد سبط. الحسن والحسين لهما مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في قلب النبي صلى الله عليه وآله، ينقلون يعني الأخوان، إخواننا أبناء العامة ينقلون أحاديث في صحاحهم في صحيح مسلم وغيره، أنه من عظمة الإمامين الحسن والحسين. اسمعوا هذه الكلمات، ما بطول بس مجرد تذكير، وأنا ما معد أصلا، لم أكن معدا إلى هذه الكلمة أو الإطلال عليكم، لكن على كل حال هو توفيق من الله أن أطلب وأجيب في هذه المناسبة. يشوفون الإماء النبي صلى الله عليه وآله قد أطال في سجوده. عموما هذه الرواية فقط التي تدلل على مكانة الإمامين الحسن والحسين عليه السلام. وإحنا لما نذكر الحسن والحسين، أكو التفاتة تراهني أكثر، يسامحني أستاذي الحاج الملا عبد النبي، شيخ ملا عبد النبي، عذرني على هذا التجاسر والتطفل. الروايات الكثيرة التي تأتي عن الإمامين، عن الإمامين دائما متلازمة، إذا أكو حديث عن الحسن يأتي حديث وياها عن شنو؟ عن الإمام الحسين عليه السلام. ذلك لأسباب عدة، لعل من بين الأسباب هو المدة، العمر المتقارب، عدل؟ العمر المتقارب، يعني الحسن والحسين بينهما مدة الحمل فقط، مدة الحمل وجيء بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى أن كثير من الروايات اللي إجي تتكلم عن الحسن تقرن الحسين معه، الحسن والحسين مثلا سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتا من الدنيا، أحب الله من أحبهما، أبغض من أبغض، إلى آخره. أنا بجيب لكم هالرواية اللي ينقلونها كبار العلماء عند الإخوان. كان النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كثيرا، ها مو مرة ولا ثنتين ولا ثلاث، هم ينقلون في البخاري وغيره، يقولون يطيل النبي كثيرا في سجوده فنظن أنه قد نزل عليه الوحي. إذا يطول في سجوده، ها يطيل في سجوده فنظن أنه قد نزل الوحي عليه، فلما أن يفرغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من سجوده يتبين لنا غير شيء آخر، مو أنه نزل عليه الوحي، وإنما يطيل في سجوده لأنه قد صعد على ظهره الحسن أو الحسين، فيطيل السجود كراهة في أن شنو؟ في أنه يؤذيهما أو أنه ما يخليهم يأخذون راحتهم، فيطيل السجود من أجل إراحة الإمامين الحسن والحسين. التفت إلى هذا المقام العالي الذي يؤكد عليه العلماء الرواة
المحدثون في حق الإمام الحسن سلام الله عليه وفي حق أخيه الحسين. أدم الصلاة، يسألون النبي ها لماذا تأخرت في أن ترفع رأسك من السجود؟ قال ارتحل ظهري الحسن أو الحسين فكرهت أن أنزلهما. خليهم يأخذون راحتهم حتى بعدين ينزلون هما من على ظهري. نعنى حسين ذكرتني جعلك الله من الذاكرين. فكان يخاطبهما نعم الجمل جملكما، فيقول ونعم الراكبان. شوف لما أن يتبين للناس على أنه صعد الحسن والحسين على ظهره يقول الناس نعم الجمل جملكما، يعني النبي، فيقول ونعم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله ردا عليهم وتأكيدا ونعم الراكبان هما. أدم الصلاة، تفضلوا مولاي، أدم الصلاة على النبي محمد، اللهم صل على محمد، أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا ماذا؟ إلا الصلاة على النبي. ومثلك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا ورق البساط. الله يجمعنا وإياكم عند النبي وعند أهل البيت عند الإمام الحسن. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله ورق البساط بنعاله. يا من حضر، شنو؟ صلوا عليه وآله. فقدت في صفحة الأعمال، الله 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 الله، فقدت في صفحة الأعمال تمكيني، فمن عذاب جحيم من سيحميني. عليكم السلام. لكن لي أملا ما زال يرويني. شنو هالأمل؟ ولايتي، يلا، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني. هو الملاذ، هو الملاذ بيوم الحشر ينجيني إذا فقدت حماه من سيحميني. وإن روحي ظمأ، شنو؟ فهو ماذا؟ فهو يرويني
وطينتي وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. الله حب علي ثابت واجب، حب علي ثابت واجب في عنق الحاضر والغائب، حب علي أحلى من حب علي ثابت واجب، حب علي ثابت واجب في عنق الحاضر والغائب. حب يلا يلا شارك أحلى من لو فتشوا قلبي رأوا واسطوا، لو فتشوا قلبي رأوا واسطوا، شنو سطرين قد خطى بلا كاتب. حب أحلى من السكر للشارب، العدل والتوحيد في جانب، العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانب. حب العدل والتوحيد في جانب، العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانب. وقالوا تحب ابن أبي طالب، قالوا تحب ابن أبي طالب، قلت نعم والطالب الغالب. إيه يا حبيبي أحلى من لو فتشوا قلبي رأوا واسطه، لو فتشوا قلبي رأوا واسطه، سطرين قد خطى بلا كاتب. أحلى أحلى. ومن لم يحب ابن أبي طالب، من لم يحب ابن أبي طالب، أم زنت به والأب كاذب. الخاتمة الخاتمة هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر، هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر، وهناك ينعرف يا ناس الأصل من المزور، هناك ينعرف يا ناس الأصل من المزور، احنا يانا الجواز البيه ختم المرتضى حيدر، احنا يانا الحيدر ما ظل، احنا يانا الحيدر. الله يعودكم إن شاء الله في حال أحسن من هذا الحال. اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله. دعاء في هذه الليال لشفاء المرضى، وفي مقدمتهم الحاج إبراهيم بن الحاج رضي، و
يا الله يا الله يا الله، هذا عيسى الزائر صار ما مولاي دلدولة في حلقنا. يا الله اللهم زوجه، اللهم اجعله متزوجا ناكحا لامرأة مسلمتين يسره تسره إذا نظر إليها، وتحفظه في نفسه في نفسها ومالها إذا غابت عنه. ادعوا له ولجميع العزاب اللي يبون يتزوجون ثانية بعد يقدمون طلب ونشوف ننظر في الأمر. الله استغفر. أما يجيب المضطر إذا، يلا يلا ارفع ايدك بالدعاء. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما مضطر إذا دعاه